الاكتفاء الذاتي بالنسبه لنا هو واحد لو سوي ديال لا برودكسيون اللي خصو يكون اللي نكونوا متفقين عليه، ولو ريست كاين لي زيشانج مع العالم. ولكن رغم ذلك ف حنا في جميع انواع ديال الخضار عندنا الاكتفاء الذاتي، في الحليب عندنا الاكتفاء الذاتي، اللحوم البيضاء عندنا الاكتفاء الذاتي، اللحوم الحمراء عندنا الاكتفاء الذاتي، الزيتون عندنا الاكتفاء الذاتي، زيت الزيتون عندنا الاكتفاء الذاتي، وحنا غاديين. الحبوب ما عندناش البرنامج من النهار الاول باش نديروا الاكتفاء الذاتي ونقولوا حنا خصنا نديروا الخبز وهذيك ليماج ديال الخبز راهي لي امبورطونت. وهذا راه اليوم القمح يعني كيتقام يعني رخيص الا جبتيه الا درتيه. حنا ما كنقولوش ما نديروش، حنا غادي نديروه. وحنا تزلنا من واحد المعدل اللي كان ديال 50 مليون ديال القنطال في العام، هذا المخطط المغرب الاخضر اللي كيقول بانه القمح خصو يتبدل، هذا راه رجعوا فات 70 مليون ديال القنطار سنويا من 2008 الى خديتي حتى الان. المعدل السنوي ديال لا برودكسيون هو 70 مليون ديال القنطار، ولكن الا كان استهلكوا 110 ولا 120 راه غادي تجي يعني ما عند الدول، والقمح راه موجود والبلاد راه ديما فيها 4 شهور 5 شهور 6 شهور ديال الستوك يعني اللي هي موجوده، وهذا ما كيطرحش اشكاليه. ولكن حنا الهدف ديالنا اللي دوبل الماء، تريبل الماء، السلامه يعني لا سيكوريتي اليمونتير، وكذلك يعني المحاربه ديال الفقر وتحسين الدخل ديال الفلاح. اي لا بغيتو راه سهله، يعني ما نديروش مخطط المغرب الاخضر ونقولوا هذيك مليون ديال الهكتار اللي هي كاينه نخليوها تبدا دير القمح وتسنى الشتاء واش غادي تكون ولا ما تكونش، ونخليو الفلاح كيربح 2000 درهم في الشهر. حنا جبنا برنامج لانه الاشجار المثمره كتصبر، لان كاين امكانيات اخرى وكتعطيه كذلك يعني واحد الدخل اللي هو مضاعف 5 المرات و6 ديال المرات. دونك حنا يعني لي شوز سون كليغ، ما كاينش مشينا لهاد الجهه ولا الجهه الاخرى.